وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذن زيارة مهمة قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، شملت العديد من اللقاءات وتوقيع العديد أيضا من الاتفاقيات بين البلدين. حدثنا بداية عن أهمية ودلالات هذه الزيارة، زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة. مساء الخير طبعا، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة، وانتهز كذلك الفرصة للإشادة بالنتائج المتحققة والنجاح الكبير أمانة الذي تحقق خلال الزيارة الرسمية المثمرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى المملكة المتحدة، والتي تعكس بطبيعة الحال حرص سموه على استمرار التواصل بأعلى مستوياته مع الدول الصديقة والتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأكيد تبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا موضوع الاهتمام المشترك. وهذا طبعا ما يؤكد النهج الرصين الذي ينتجه سموه والذي كذلك تنتجه مملكة البحرين في نسج علاقات وتحالفات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يحقق المزيد من النتائج الإيجابية وفي النهاية ينعكس على الوطن والمواطن، وأكيد بأن ذلك يتحقق دائما من خلال التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. بالعودة إلى سؤالك وعن دلالات هذه الزيارة وأهميتها، فإنها ابتداء تعكس حرص البحرين على مواصلة التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وفي هذه المرة أيضا مشاركة القطاع الخاص وزيادة تعزيز شراكة القطاع الخاص في سبيل دعم الشراكة والتعاون، مما يفتح أفاق أرحب للمشاريع التنموية المشتركة والاستثمارات النوعية، وأكيد ما يحقق رؤية البحرين 2030. أعتقد كذلك من أهم الدلالات بأن هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة من ناحية التوقيت، وأيضا من ناحية أنها تعكس حجم التطلعات المشتركة لدى مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي ترتكز على علاقات تاريخية راسخة امتدت لأكثر من 200 عام. هذه العلاقات قائمة دائما على الاحترام المتبادل وعلى المصالح الثنائية وعلى العمل المشترك. وفي هذه الزيارة طبعا تم بحث مستجدات ومواضيع مهمة من الناحية السياسية سواء على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك في نواحي عديدة أخرى، كما خلصت مذكرات التفاهم المتعددة التي تم توقيعها والتي تم إبرامها خلال الزيارة، واعتقد أنها ستسهم في رفض أوجه ومسارات التعاون الشامل وتعزيز الشراكة القائمة وتنميتها طبعا بشكل واضح وبشكل كبير. أعتقد كذلك من أهم الدلالات بأن هذه الزيارة ستفتح آفاق رحبة وواسعة لعلاقات ثنائية أكثر تميزا، ما يربطنا نحن والمملكة المتحدة ليس فقط العلاقات الممتدة لأكثر من 200 عام، ولكن نظامنا القانوني الاقتصادي التنموي شبيه كثيرا بالنظام البريطاني، وجود البحرين كمملكة دستورية ديمقراطية راسخة أيضا هناك شبه كبير أيضا في هذا الأمر، وبالتالي هذا ينعكس كذلك على دور البحرين المحوري على مستوى الإقليم وتعاونها مع بريطانيا. يعني في عجالة هي زيارة ناجحة، ويتعبر عن الاستراتيجية التي تنتهجها مملكة البحرين والتي تقوم الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الحكومة ولي العهد بتنفيذها. نعم بكل تأكيد. نعم سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.